لك يا سيدي، فما بلاصة اسمها الكرة الأرضية. في الشرق متاحة فما صغار خويا قاعدة تموت تحت الأنقاض، فما نساء قاعدة تموت تحت القصف، فما رجال قاعدة تموت تحت تعذيب مغير حتى سبب. السبب الوحيد اللي هو صار عليهم الشيء ذي الكل اللي هما ساكنين في رقعة جيوغرافية معينة يعني. ومام طون قال لك خويا في الغرب فما احتفالات ودنيا وعالم خويا وغناء يرمز للمساواة والحرية. خويا ملا فيلم اتفرجت عليه بالرسمي، وقتها حسيت اللي انا عايش في فيلم مش في الدنيا بالرسمي، خاطر البارادوكس هذي مرات شعيني. اليوم ان شاء الله باش نمشيو نحكيو على الفضايح اللي صارت في الاحتفالات هذه اللي هي اولمبياد باري 2024 اللي صارت او لامس، والحقيقة عملوا العار، المعنى الحرفي اللي عملوا العار من شوك لشوك. والله خير احنا نقولوا باري نقولوا فرنسا، يعني ديما كان فما حاجة تعمل في فرنسا اعرف اللي وراها شغب، وراها حكايات سفابا، وراها مشاكل، وراها تكعفيسة متكعفيسات ماكرون وجماعته. دونك اليوم ان شاء الله باش نشوف الفضايح الرسمي. مخك ياخف من فضيحة لفضيحة باش نقوي في النيفو على الاول. فضايح هكا صغار لين توب توب برو. دونك كمل الفيديو للاخر باش تعرف الفضايح الكل وتعطينا زادة رايك على الفضايح هذوما اللي صاروا. لكن قبل كل شيء كما العادة فرجع تك اللايك بطن، وصلوا الفيديو هذا 1500 لايكس، كيف عملوا اشتراك وفعلوا النخوز خاطر كنا نعرض فيديو جديد، خاطر 70% منكم مش عامل اشتراك في القناة الشبكة، يهديكم ربي. الفضيحة الأولى فضيحة عادية في باريس، معناتها ماهيش حاجة جديدة في فرنسا الجملة، معناتها وين يصير ايفينمون باش يصير تخريب خويا ومشاكل وعرك وعنف وكل هذاك الأخير. اللي صار على الأول اللي صارت عملية تخريب لين وصلت السكك نتاع المترو اتقطعت سي بون، وقفت عن الخدمه ما عادش نجموا يهزوا ولا يجيبوا. دونك العباد اللي يجي مليون واحد حرموا من مشيان لباريس، سواء الخدمه سواء باش يشوفوا ليفينمون هذا السيريموني الاحتفاليه يعني والكل والدنيا والديكور. الله خير. ويلكم تو فرانس حبيبي، بلد الحريات خويا وتبارك الله ما شاء الله. والسرقه والنهبه على عجله بالطبيعه، خليك فما لاعبين، تصور عباد جايه تبعين دول وكل لاعبين ما فيهم لاعبين سرق ابار العباد اللي جايه، العباد العاديه الجمهور يعني نقول مثلا جاي باش يشجع ولاد بلاده وبنات بلاده فهمتني، وجاي لباري وكل هذوك معظمهم تسرقوا. فرحوا بهم ولاد باري ابارامون فريري السنتر فيال نتاع باري. ومن بعد كي بدات الاحتفاليه هذه السيريموني هذه اخويا، منين باش نبدا ومنين باش نوقف؟ الفضيحه الاولى اخويا الغالي هكا تعداو جماعه كوريا الجنوبيه، حسب راكش عيطولهم كوريا الشماليه، غلطوا في الاسم نتاعها. تصور انت منظم جي تعيط لجماعه كوريا الجنوبيه كوريا الشماليه، خويا عنده الحق كيم جونغ اون كان يطيش عليكم نووي طوب الوقت، معناتهم اخترتوا كان الشيرتين هذوك، اخترتوا كان اكثر شيرتين خويا متعاركين ومتنبزين طول الوقت. لا اله الا الله، الحمد لله ما عيطوش لفلسطين اسرائيل، ولا راني جيتهم انا بالكف وبالشلاكه بحاولين خويا نمشي لهم حارق نعطيهم خويا الشيء يستحقوا ونروح على روحي، خاطر ما نحبش الحقيقه نكون في فرنسا. سماح بعد اللي ريتهم المونديال هذا خويا، سماح جاليتنا اللي غادي ربي صبركم، والله ربي صبركم. على ذكر حكايه الاعلام وكيفاش غلطوا في العلم، غلطوا في العلم تاع الاولمبياد بيدو يا رب، راهم باش يهزوا العلم تاع الاولمبياد هزوه بالمعكوس. نورمالمون هكا ثلاثة هذوك السيركل يبداو الفوق وتحت مسوس، لا ها ترفعوا العكس دو سيركل ومن لوطا تروا سيركل، حتى بقانون الجاذبية ما تمشيش خويا الغالب. وعلى ذكر الألعاب الأولمبية أخيرا جيناها، فما إيفينمون تاع الألعاب الأولمبية اللي هي السباحة. ما في بالكش السباحة وين باش يعملوها؟ في نهر السين اللي في باري يعني، وبقعة كيف ما نقولوا معروفة ياسر، يبين الحضارة بتاع فرنسا ويبين التاريخ فرنسا اكسترا اكسترا. النهر هذا خويا كله سخ، إي نعم كله سخ، وخلك باش ينظفوه كي تصير له الاولمبياد وكل، وباش نشوف اسكو هو نظيف ولا لا، باش نشوف. Right 30 centimeters below the surface. Full up now. There we go. برو من غير ما تعمل تيست. So it's 10 minutes in there and then we'll be able to tell just how clean or dirty the water actually is. Time to have a look. Two lines, it says. Yeah, there are two lines there. It's contaminated. كيف ما قلت له من غير ما يعمل التيست جيست تغزر للنهر هذاك تفهم اللي هو بيعته ماهياش، اللي بالرسمي كان باش يمشي غاديك اخويا تعمل سباحه باش تضربك الكوليرا وامراض جديده ما في بالناش بيها، اما كورونا يا ودي هذا نكست ليفل، باش يجيبوا لنا امراض نكست ليفل اللي باش يمشي يعوموا غاديك. قال لك سيدي فرنسا توعدت اللي هي باش تنظف، مو اثنين فرنسيين اش عملوا؟ قال لك كانت تنظفوا الدوله احنا نمشي ونعملوا حمله نتاع كيفاش نفسرها لك؟ من الاخر يحسبوها تواليت.
نيت هذيك كله لاعبين كل اللي تسكن غاديك نحيو الشاي وفوف منهم للنهر بعض فهمتني شنو نقصد يعني. وتوا اخويا نتعداو للبيج ايفنت للموضوع تنسى بيه الفضايح اللي حكيت لك عليهم الكل كل هذوك تنساهم التنظيم ولا كل تنساه اخويا ش عملوا دوروها اخويا مش ينقضوا يقعروا في الدين نتاعهم تعملوا اخويا اللي نظموا في الاولمبياد نتاع باريس 2024 تعملوا جابوا اخويا تقليد اعمى لتصوير ليوناردو دافنشي اللي هي سما العشاء الاخير باللغه العربيه اللي هي ترمز لشنية اللي جيزس او المسيح نتاعهم في المعتقد نتاعهم تاع المسيحيين رسم ليوناردو دافنشي جيزس اللي هو المسيح نتاعهم وقت استدعت لمثته باش يعملوا العشاء الاخير خاطر عرف نهايته خربت وباش يحكي لهم على الخيانة اللي صارت للمسيح كيف ما تشوفوا التصوير كيفاش التلامذة بتاعه هكا دخلين بعضهم وما فيهم اللي هو يهوذا اللي هو خان هذي هو سبب الخيانة متاع المسيح وكا شدد الملح على أساس معناتها هذيك دليل على الخيانة والفلوس يعني شا عملوا جماعة باريس 2024 صاحبي خليك كيفاش احنا قعرناها على جميع المستويات قادنا الدين الدين المسيحي متاعهم كيفاش نقعروه شي اخوي بدلوا الشخصيات هذيك وحطوهم بعباد متحولين جنسيا حتى عباد عادي راجل محاول روحه أنثى وأنثى محاولة روحها كر شقليلة ولبسينهم لبسة متاع كوينز متاع ملكات كما هم يعتبروا روحهم ملكات خاطر شبيك راه متحول بيه هو ملك وملك شبيك ملك التحول اي قدروهم غادي كيعبدوه تصوروا انتوما كما تشوفوا التصويرة يعني واضحة كوبي بيست كوبي كلي على تصويرة العشاء الأخيرة متاع ليوناردو دافنشي وبالنسبة لي لهم اللي هما معناتها جيزس اللي هو المسيح يعتبروه إله بدلوا الرب متاعهم بواحد أخويا هاكم تشوفوا تاي تريبل إكس إل يعني ترفع خمسة من جيزس نتاعهم يعني بدلوه بالسيدة دي كما تشوفوا هكا حتى على راسهم حتى كل العلامات متاع الألوهية يعني هي معناتها هي وجيزس وخيام هذا خويا اللي اثار حفيظه الجموع العبيد خويا حتى الفرنسيس والمسيحيين شبيه لك اللي دين على حق علاش دين يقول لك لا ما تصورش الانبياء والرسل خاطر هاك تشوف كي صوروا الانبياء والرسل على اساس ليوناردو دافنشي صور الاله نتاعهم اللي هو جيزس المسيح خاطرهم يعتبروه اله اوكي شوف شنو عملوا جاوا عملوا اما كاريكاتير تمنيكه يعني جايبين متحولين جنسيا معناتها اللي هما كونتر الاله بدلوه بالاله وتمنيكوا عليه كما حبوا وزاد كما تشوفوا التصويره حاطين طفله صغيره هذيك دخلها بالموضوع هذي علاش يحبوا يدخلوها علاش يحبوا ديما يعاودوا يبرمجوا الصغار من اول وجديد على حكايه الوان الوان هذه والتحولات الجنسيه اللي ما عندها حتى علاقه بالاولمبياد على فكره معناتها ما عندهمش علاش يجيبوا الاولمبياد احنا جايين نفرشوا على بيتان في سبور وكل مش جايين نفرشوا على المتحولين الجنسيين حاسب علاش جايبين طفله حسب رايكم غادي هذيك بالعاني باش يعاودوا الصغار اللي راكم تنجموا تعيشوا على الالوان جوكم ستة زيت يعملوا لهم اعاده دمج يا خويا لمخاخهم باش يعودوهم على فكره اللي راهم متحولين جنسي ما خوفوش خاطر الصغار يخافوا منهم سامحني انت تشوف عباد كيما كباس باش تخاف حتى لو كان كبير حبوا بالسيف خليه الصغار يفهموهم اللي هو عادي الصغار اللي قاعد تفرج عادي ما تخافوش منهم راه هذوك جوهم باهي فهمت وما يركبوا الرعب ومن بعد خويا ما عملوا التمنيك نتاعهم هذه خليك لا نجيبوا اله اخر امور ربوبه ما يفدلكوش جابوا خويا واحد يمثل دور ديانيسيس اللي هو اله الخمر عند الاغريق شنو هي علاقته كيف كيف بالاولمبياد ما عنديش حتى فكره الخمر والاولمبياد ما عنديش معناتها ريت دنائات الكل متاع المجتمع والفضايح والحاجات والحاجات اللي ما عندها حتى علاقه بالسبور جابوها في السبور الاولمبياد سامحني انا جاي نتفرج على الاولمبياد تحس لي في الالوان خويا وعباد تشطح واله خمر مو لاباس زيدك مشاعر بيت خويا جابوا واحده تمثل اللي هي راسها مقطوع السيده هذيك هي ايفينمون صار في فرنسا اللي وقطع راس ماري انتوانيت يعني دخلني في ماري انتوانيت راسها مقطوع وكله رعب اقسم بالله لاني عارف ومن بعد يجي يلوموا على تنظيم كاس العالم عند العرب ما يصيرش وما يصيرش خاطر ما يحترموش للجي بي تي كيو اش دي انتم لكم محترمين لا احنا لا صغار لا الكبار لا حد شيء في المجتمع اقسم بالله فضايح يا لطيف خويا يا لطيف يا لطيف كيف ما نشوفوا معناتها فرنسا حلفه بمين بتحب تقعرها تحب تقعرها خويا الغالي ما عندها حتى تفكير معناتها باش اللي هي تتراجع شويه ولا حاجه فرنسا جيت قالت لك انا باش نعمل الاولمبياد باش نخرج الموبقات لكل العالم ونفجعهم بالصور هذوما برس تو نورمال تشوف مراه عامله لحيه هل عادي تشوف راجل عنده صدر ولحيه فرد وقت خي عليه ماكم نتوما عندكم الشيء هذيك القذرات هذيك احنا ما نحبوش احنا ما نحبوش الراو انا اللي نقعد عايش 200 الف سنه ما عمري مانيش باش نرى حاجه عاديه اللي واحد عامل لحيه ومتحول ما عرفش اللي ذكر هو في الاصل انثى يعني احكي ليش خويا ما تركبش المخ يقولوا عليهم كوينز يعني ملكات ملكات فيش ملكات اللي هما في النار يوم القيامة حط مع الملك فرعون
اللهم هذيك هي. وأبارسا بار المتحولين جنسيين كل عملوا خويا برومو يا لطيف بالرسمي يا لطيف. كل مرة نقول لكم راهي دي أولمبياد راهي ألعاب فيزيائية، يعني أنت بتاع سبور راهو سبور، راهي كرة راهي سباحة راهو الألعاب الكل متاع سبور. عندهم حتى علاقة علاش تحبوا تسيسوها بالسيف ما نعرفش، يحبوا بالسيف يدخلوا فيها للوين وكل أي موضوع تدخل من السلام يدخلوا فيها للوين في فرنسا والغرب أون جينيرال. هاي يا خويا بالله تفرجوا عطيوني رايكم. You gotta check out this promo that took place during the Olympics. Farzu. La musique de Cassius. Ok, j'avais allé sur mon travail. هي علاقتها بالأولمبياد ثلاثة اشتقيني باللوز يتحرشوا ببعضهم يودي ما يقدروش حتى صغار ما يفهموش في الحكاية هذه. يقول لك وهذا بالسيف تحبوا تعملوا إعادة دمغ للصغار بالسيف بالقمع يا فرنسا. شال غرب خويا شال انحطاط الأخلاق اللي وصلوله ثلاثة يدحنسوا على بعضهم في التلفزة مورينهم قدام الشعب قدام مليارات بالرسمي خاطر الأولمبياد راه يتفرجوا عليه العباد الكل. كان أنا برامو مش قاعد نتفرج عليه ما عينيش باش تفرج عليه مادام عامليها في فرنسا والله ما نتفرج عليه. ثلاثة يدحنسوا على بعضهم داخلين الدار بعد مسكرين الباب ثلاثة ذكورة وأنا ما عرفتش شنو شنو هم. يقول لك دولة الحرية برو انتم دولة العاهات والألوان والقذارة قلة الاحترام وكل الحسيد. شلكتوا ديانات شلكتوا العباد دمغشتوا مخخ الصغار شو شي قمة الرذالة هذه. من هنا وغادي انا اخويا مع تنظيم الحكاية هذه الأولمبياد كان في البلدان العربية كانت نظم البرة من الدول العربية السماع اخويا مع الشعين اللهم الصين روسيا كوريا الشمالية بالرسمي كوريا الشمالية مانيش باش نغلط كما جماعة الاخرين يقول لك كوريا الجنوبية كوريا الشمالية بالرسمي اكدول لك القامعة عباد هذوما فهمت. هذيك انا بالنسبه لي هذيك دوله حريات اكثر من الدول الغربيه اللي يحبوا يفرضوا الالوان بالسيف استغفر الله الخمس جذايب بالسيف على الاغراض الشخصيه معناتها بحته من الاخر وراهم كبار وراهم برشا منظمات يدعموا في الاجنده هذه. انتم تعرفوا علاش ولا كما تعرفوش تعمل لكم فيديو هذوما هما قمه الفضايح اقسم بالله يحل واحد يحب يتكيف ستيكا دخان في جره الشاي اللي راه. نشوفوكم غدوه في فيديو جديد اعطيونا بالرسمي اراكم في التعليقات شوفوا وين يحبوا يوصلوا العالم معناتها استغلوا اللي العالم الكل يتفرج عليهم يتفرجوا شنو عملوا من التنظيم الفاشل نتاعهم. اوكا هو اعطينا رايكم في الكومنتس نشوفوكم ان شاء الله غدوه. بيس اند لوف كان معاكم اخوكم زيداش توما فكنيكس يلا باي باي.